أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الناس